عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لنا موسم الزيتون أنا علي صعب كثير، لأنه قبل هيك لما جينا على موسم الزيتون بكى استشهاد صالح، بعدها استشهاد أبو عاصف. أبو عاصف من الناس اللي بكى مجدر في الأرض، مثل شجرة الزيتون جذوره في أعماق الأرض وفروعه في عنان السماء. ستكون بعدك غربة ومرارة. حد كل يوم شجرة يزرعوا 120 ألف شجرة في جبال فلسطين، بنحافظ عليها من المصادرة، وهذه الأرض اللي ضحى من أجلها نائل وكل الأسرة، فهي رسالة لنائل وللأسير ولكل الأسرة وللشهداء ولأهاليهم، ورسالة للاحتلال إنه هذه أرضنا لن نتشبث فيها حتى الممات. وأعيش ما بقيت ليالينا بقلب. بس اللي بثلج صدورنا إنه يعني كديش إحنا ألمنا وكديش ألم الفراق بالنسبة إلهم، إلا الحمد لله رب العالمين. الزرع اللي زرعه أبو عاصف وكديش محبة الناس لأبو عاصف، أي إشي بنقول بس بدنا نعمل أهل أبو عاصف بنلاقي الكل ملفوف في ديالنا والكل بساعد والكل أبناء لأبو عاصف، وهذا الإشي اللي بثلج صدورنا والحمد لله رب العالمين. إحنا يعني دايما عطائنا بإذن الله تعالى على طريق أبو عاصف، على المسير اللي رسمه أبو عاصف، ومش رح نحيد ولا رح نتردد ولا رح نندم في يوم من الأيام، ورح نضل على طريق أبو عاصف بإذن الله تعالى. من طلاب جامعة بيرزيت جايين اليوم نساعد في قطف الزيتون بهذا الموسم. يعني صراحة مشاعرنا مختلطة، بداية بسبب رمزية الزيتون بالنسبة لنا كفلسطينيين، كرمز للصمود للمقاومة لحقيتنا في أرضنا وبلدنا، وثانيا بسبب انه هاي الارض هي لها يعني مكانه خاصه في قلوبنا، لانها لعمه ابو عاصف البرغوثي الله يرحمه اللي علمنا كثير شغلات، واللي احنا يعني بالنسبه لنا وجودنا اليوم بارضه شرف لنا وشيء شعور كثير حلو. وعم نشوف عم ابو عاصف بكل شجره زيتون، عم نشوف صموده وعم نشوف كلامه اللي كنا نسمعه زمان، وسعيدين جدا بانه احنا موجودين اليوم هون. موسم الزيتون هو موسم يعبر عن تمسك الانسان الفلسطيني بارضه، وأبو عاصف يعني رحمه الله يعني نترحم عليه، هو أيقونة، أصبح أيقونة فلسطين وزيتونة فلسطين، وأصبح يعني شخصية ترمز للإنسان الفلسطيني الوطني الذي يقاوم ويحافظ على أرضه ويثبت فيها ويضحي من أجلها. يعني أبو عاصف دفع ثمن غالي جدا، دفع بيته ودفع أبنائه ما بين شهيد وأسير ومؤبد، وهو كان ممن أمضوا سنوات عديدة ولازال أخوه يعني نائل البرغوثي في السجن. بالتالي يعني المشاركة في عمل الزيتون وخاصة زيتون يعني يمتلكه العم أبو عاصف رحمه الله، يعني هذا يعتبر شرف عظيم. هذه اللي زرعها أبو عاصف الأجيال القادمة والأجيال الموجودة، وسبب أنه زرع في نفسية الشعب الفلسطيني المقاومة والانتماء لهذا الوطن لهذا الشعب. سنقود المسيرة نحو القدس، نحو القدس، نحو القدس. سنرفع العلم الفلسطيني على القدس وعلى يافا وعلى حيفا وعصفت. الوطن والحرية لا يهدى من أحد، والوطن والحرية بدهن ثمن. ما أخذ بالقوة لا يشترط بغير القوة، ألا هبوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طغى الهول حتى غاصت الركب. لا عاش من يرجو الحياة هدية، فالحق يؤخذ بكل صارم بتاري. هذه الأرض اللي ورثناها، أنو اللي أعطاهم الحق؟ أنو اللي وقع لهم؟ هو وياهم إلى جهنم اللي بيوقع على الجزء من الأرض.